ومميزان، هما بكل بساطة من عالم الإبداع والجمال، وفي انطلاق جديد متجدد دائما يبحثان عن عوالم الفرح والحب والانطلاق. إذن فلنبدأ الرحلة، ولكن بعد شارة البرنامج. مشاهدينا الكرام، رحلتنا بدأت. إذن استقبلوا معي ضيفي لهذه السهرة. أولا نبدأ بالفنانة نادية قرفي. صحة، مرحبا بك نادية. الله يسلمك أستاذ، شكرا. مرحبا فيك على المقدمة الرائعة هذه، ونشوف فيها كشغل لمسة وفاء أو تحية للمرأة الجزائرية. صحيح. العظيمة. صحيح. إذن مرحبا بك في برنامجنا سهرية. الله يسلمك. إن شاء الله نقضوا أوقات رائعة ونضمن كذلك المتعة للجمهور المتتبع لنا إن شاء الله. أول شيء نقول لكم مساء الخير عليكم، مساء الخير على المشاهد الجزائري والمشاهد العربي. نقول لك أستاذ شكرا بزاف على هذه الدعوة اللي شرفتني بزاف، وإن شاء الله هنجوزوا سهرية هائلة إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. ونستقبل كذلك ضيفنا الثاني، وهو الفنان المتألق إبراهيم حضرباش. على الله تعود بهجتنا والفراح وتغمر دارنا البسمة والفراح. على الله، على الله تعود بهجتنا والفراح وتغمر دارنا البسمة والفراح. قضينا العمر والفضل والفراح، وضاع العمر هجران وغياب. يا باي يا باي يا باي، لا 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 لا.
لا 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 تفضل. من فضلك يعطيك الصحة سي إبراهيم. الله يخليك سامر، ما شاء الله على قوة صوتك الله يبارك وجماله والدقة في الأداء، وهذا من مميزات صوت الجميل البدوي الجميل. مرحبا بك، توحشناك أول مرة. أول حاجة والله أنا سعيد جدا باستضافتكم في زوج معنا، وإن شاء الله نقضوا يعني أوقات مليئة بالطرب والفرح، ونحن طبعا فئة الفنانين عموما يعني في كل مجال هم صناع الجمال والفرح، فان شاء الله هنكونوا عند حسن ظن الجمهور تاعنا ان شاء الله. ان شاء الله. طيب يقول لك لازم نبداو دائما بالنساء، هما عندهم اولويه في بعض الامور يعني، ومن بعض الامور الجلسه تاعنا هذه. ناديه، عندما نسمعك تغني نحس وكانك عندك ارتباط روحي مع الفنانه المرحومه زليخة، يعني وكأنه نبرة صوتك والطبقة الصوتية يعني فيه تشابه كبير، يعني وش سر هذا؟ والله هي شوف الفنانة الراحلة زليخة، لما كنت صغيرة كنا نسمعوا باللي هاد الفنانة جات سكنت في مدينة قالمة اللي هي مسقط رأسي، وكانت العائلة تاعي تحبها بزاف هاد الفنانة، ولكن يعني وانا هكذاك صغيره كانت رحلت علينا، توفات الله يرحمها، وبقات الاغاني تاعها بقاو يدوروا في راسنا احنا كوم صغار. بعد ما كبرت شويه ودخلت المجال الفني لقيت روحي نحب نغني الاغاني تاعها وفوالا. الاستمرار في اداء اغاني زليخة، هل هو تشبث بهذا الصوت ام هي فقط مرحله يعني وتروح يعني، ولا رايحة تتكملي في في في؟ شوف هي بإذن الله ديرنييرمون مؤخرا قررت أني إن شاء الله نكمل في هذا النوع الموسيقي بإذن الله. راني في تحضير إن شاء الله حاجات عن قريب في نفس اللون يعني. في نفس اللون تقريبا. أيوة يعني. وانت مقتنعة يعني عن قناعة ولا؟ عن قناعة بعد طول. ولا كاين من نصحوك يعني مثلا خبراء في الموسيقى او في الغناء؟ هي شوف الانسان الفنان يمد واش يحب يعني واش يحبوا الناس، واش يحب الجمهور. يعني لاحظت مؤخرا انه كاينه اغنيه عروسة البلدان اللي هي ديالي يعني، من كلمات والحان الفنان صايفي محمد وتوزيع الفنان سمير عميروش، واللي هي عملتها مع التلفزيون الجزائري. هي اغنيه مهداه للجزائر، كليب نعم. كانت تقريبا في هذا النوع، النوع اللي تغنيه زليخة. شفت باللي الناس تحب بزاف يعني، نقراو تعاليق يعني كما تعرف استاذ، رانا مرتبطين بزاف بمواقع التواصل الاجتماعي. نشوف التعليقات تقدر تقول اكثر من 90% ايجابيه. هذا واش شجعني يعني، قلت لماذا الانسان يقعد في يعني الناس مرتاحين لما يسمعوك لما يسمعوني في هذا اللون. وطبعا تبقاي في نفس اللون ونفس الريتم، لكن تطور جديد، توزيع جديد، لازم حاجات اللي توصل للشباب، حاجات موزع هذا رايح نورطه من بعد معلش نورطه في بعض الامور معليش انا حاضر معليش تضحك معليش. نادية تسمعينا حاجه من؟ لا لا مش تسمعينا حاجه، سمعينا بصبر رشراش بكل صراحه يعني. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. تفضلي. طبعا دائما مع فرقتنا الموسيقية بقيادة الفنان جمال بفضل. قالت هيا يا 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 هيا يا 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 هيا يا قلبي الابيض. يا امي ما هيا يا يا
كحل فيها نتكحل فنايها وخانا نانا ويالية أيوة نانا ياليها يا 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 هيا ياليها وردوا عليا يا يا هيا يا 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 هيا يا حبابي ردواي سحابة صوب الرش رش بعد سحابة بعد سحابة صوب الرش رش بعد سحابة وخويا ما جاش ساكن عالنبا ساكن عالنبا هي لالي لالي يما لالي 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 يما لالي 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 يوم 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 لالي يا وحمل بالنيلة وهي حمل ويد وحمل بالنيلة وحمل بالنيلة وهي حمل الويد وحمل بالنيلة وخوه يا مجاش راني في حيرة راني في حيرة هي لالي لالي يوم لالي 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 يا رش رش بعد فجرية صوب رش رش بعد فجرية بعد فجرية صوب رش رش بعد فجرية وهو يا مجاش ويعز عليا ويعز عليا هي لالي لالي يوم لالي 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 يعطيك الصحة بارك الله فيك شكرا لي شكرا أستاذ الفرقة شكرا الفرقة رجعتينا الجو زمان وروائع زمان يعطيك الصحة إبراهيم مدرسة الإنشاد يعني في السنوات الأخيرة هذه خرجت لنا مجموعة من الأصوات الرائعة يعني اللي راهي تنتشر في سماء الإبداع الجزائري وتمشي بخطى ثابتة يعني في الفن والدليل نجاح مجموعة من الأصوات في مسابقات دولية يعني
في رأيك هل الإنشاد مهم في بداية طريق أي فنان؟ وهل تنصح يعني الأجيال القادمة القريبة القادمة أنها تنتهج نفس النهج هذا ولا عندك رأي واحد أخر؟ الإنشاد لازم نعرفه على أنه هو نمط من الغناء بصفة عامة. دوك احنا عندنا مشكل في التعريفات فقط. الإنشاد هو يعني تابع للفن الغناء بصفة عامة. ما تشوفوه مثلا أم كلثوم كانت في بدايتها كانت في الإنشاد، وكانت وما حتى الإنشاد يعني ما نقدرش نمدوا له صبغة سياسية ولا صبغة ولا اختيار نمط معين في قضية النص يعني فقط. يعني كيفاش يقولوا الغناء ولا أي حاجة عندها علاقة بالغناء أي تعكس جميع جوانب الحياة. الإنشاد يعكس جانب صغير منها، كما نقولوا الطرب عنده جانب الأغنية الاجتماعية اللي مثلا في أغنية الراي عندها الجانب تاعها النايلي والصطايفي والشاوي ثاني كيف ونمط يعني ما نقدرش نعرفه يعني بالتعريف السياسي ولا التعريف لا أنا لا أقصد تعريف سياسي أو تعريف يعني حاب نفهم منك أو تعطيني تعريف معين كمدرسة. أنا لما الواحد يتبع مسيرة المرشدين يلقاهم ينطلقوا من نصوص قوية وألحان قوية، الألحان اللي قدموها يعني مش الألحان البسيطة هذه العادية. هو يعني بالنسبة لي أنا أستاذ يعني كل ألحان طربية، ألحان صعبة، ألحان كل ما هو يعني كل ما هو قديم بالنسبة لي هو يعتبر مدرسة. في كل نمط كاين يعني نقولوا المدارس القديمه. الانشاد هو مدرسه قديمه اللي تقدر تشتق منها طرب يعني. تشوف مثلا تشوف محمد عبد الوهاب كان يحب مثلا محمد عمران، يسمع محمد عمران ابتهالات محمد عمران كان يسمع مصطفى اسماعيل. كان ترابط يعني حتى هذاك يعتبر فن ويعتبر مدرسه ايضا. يعني عنده هو الخصوصيه تاعو، وربما من الخصوصيه تاعو تقدر تدي من الطرب ولا من الطرب تقدر تدي للانشاد وعادي. يعني ما كانش مشكله، ما كانش فصل. النقشبندي المنشد المصري المشهور لما بليغ حمدي حب يعمل له لحن هو ما استساغش الموضوع في البداية، ومن بعد لما أعطاله لحن غناه حقق به نجاح كبير. صح. مش لأنه بليغ حمدي لحنه فقط يعني، هو بليغ حمدي اسم يعني. لما يلحن أي إنسان حتى كلام عادي ينجح، لأن النقشبندي صوت قوي. صح. واللحن الأغنية كانت رائعة. ربه مولاي إني ببابك، إني ببابك مولاي، يعني اللحن عظيم. وبعده سنة يعني أجيال بقيت تغني فيه الآن يعني. فحبيت نقولك أنه كان ارتباط وثيق بين مستوى الإنشاد وبين الطرب والموسيقى الطربية يعني. هذا هو حبيت نقول. ورحلة نتاعك تم الإنشاد إلى 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 الغناء يعني كيفاش يعني تعطيها تعريف يعني؟ أنا من صغري مولوع بالطرب يعني. حتى في الإنشاد يعني كنت حتى كدخلت في الإنشاد يعني كنت في مدرسة اللي تهتم بالكلمة. كان الحاجة اللي كنت رايح لها الإنشاد هي الكلمة. كان كاين موضوع ما كانش كاينه يعني بنكونوا صراحه ما كانش كاين فرق طربيه يعني. كانت فرق تعدى على الاصابع، وما كانش يعني الشباب اللي مثلي يعني يقدروا يكونوا فيها الداخل. كانت يعني اكثريتهم ناس كبار اللي كانوا يغنوا هذا الشيء. احنا كنا نسمعوا كنا وما لقيناش وين نطبقوا ولا نحبوا نفرغوا هذيك الشحنه هذيك تاع السماع اللي كنا نسمعوا. لانه كنت انا في الانشاد كنت نسمع صباح فقري، كنت نسمع وديع صافي، كنت نسمع محمد عبد الوهاب. حتى هذو ما حتى المنشدين يعني عندهم وش حبيت نقول عندهم لك ولع بهذو القامات. وش حبيت نقول لك انا انه الانشاد اللي بديت به رايح يحدد لك او يوضعك في اطار مفيد. هو مش رايح يسجنك، بالعكس راح يخليك تنتقي انتقاء جيد للنصوص اللي تغنيها. صح. يعني ما تغنيش اي حاجه. صح. لانك منطلق من قاعده صحيحه، وقاعده تعتمد على الاخلاق المعنى الاخلاق والمعنى في اختيار النصوص والغناء. صح.
وهذا المهم يعني الانطلاق من قاعدة الإنشاد يعني تخليك يعني تختار أو تعرف كيفاش تختار النصوص اللي تغنيها وهذا مهم طبعا خصوصا في مجتمعنا يعني إنشاد مدرسة يعني أكيد مدرسة قاعدة تقدر تنطلق منها عادي يعني في مجال الغناء صح لا حبيت نقول لك مام حتى كاين منشدين يعني اللي كانت القاعدة تاعهم مطربين وكان مطربين اللي كانت القاعدة تاعهم يعني منشدين سمى الأمر كما نقولوا تناسب طردي فيه تناسب فيه تناسب فيه. طيب سيدي إذا حبينا نسمع حاجة سمعنا حاجة طربية حديثة هكذا طربية حديثة الله نسمع مع الفرقة مع الفرقة شوفوا ما يصروا الحبيته وفي يوم نسيته من دوم الناس وانا تمت خلاص وانت بتهواني وفي يوم تنساني وانا دمت معاك طعم الاحساس اه يا زمان يا زمان يا ده الصبر صباح ده الصبر جميل قالوا في المواويل والقلب يدوب يدوب يرتاح ميل يتشوف ده الصبر صباح انت بتهواني في يوم تنساني وانا دوبت معاك طعم الاحساس وفي يوم حبيته
يوم ونسيتوا يمدوا من الناس وانا تمتي خلاص يا للا ويا للا يا عين يا ليل يا ليل يا عين يا ليل يا ليل مغرم مغرم انا ليك على طول وانا صابر والصبر يعطيك الصحة ما شاء الله ربي يخليك ربي يحفظك يحفظ لك هذا الصوت إن شاء الله الله يخليك ومن نجاح إلى نجاح ومن تألق إلى تألق إن شاء الله نادية تقدري تحكي لنا شوية على نادية قبل ألحان وشباب ونادية بعد ألحان وشباب وهل الثقافة والعلم مهمين بالنسبة للفنان لكي يحقق نجاح أم هما عامل مكمل فقط ولعلم الجمهور أنه ضيفايا الفنانين تاع اليوم في اثنين متحصلين على الليسونس إبراهيم ونادي عندك ليسونس إنجليزية نعم جاوبيني بالإنجليزية جاوبيني بالإنجليزية يعني هل الثقافة والعلم مهم أم عامل مكمل فقط للفنان يعني باش ينجح وباش يحقق النجاح تاعه انت عطيتني سؤالين يعني قلت لي نادية قبل انا قبل الحان وشباب تقدر تقول انا بديت في سنة 2000 بديت في هذا المجال الفني بدينا صغار يعني على كل حال ولكن أول بدينا صغار ما زلني صغير أنا شيرتو أنت صغتو صغير بزاف ألوغ قلت لك بديت تقدر تقول بديت يعني شديت الميكرو مع فرقة وهكا سنة 2000 في قالما كان هادشي في دار ثقافة لولاية قالما وبتشجيع من المديرة هذاك الوقت و فوالا بديت ندير حفلات يعني بمناسبات معينه هكا يعني اول نوفمبر عيد المراه بقيت هكذاك مده 5 أو 6 سنوات هكذاك حتى 2007 جات الحان وشباب شاركت في الطبعه الاولى ما كان ليش الحظ وفي الطبعه الثانيه 2008 شاركت وفوالا وكانت تقدر تقول من ثم كانت انطلاقه حقيقيه يعني بدات الناس تعرفني شويه يعني خرجت من هذيك القوقعه تاع المدينه فقط يعني رحت ثم انتشرتي على تقريبا نقولوا وطني وطني انتشار وطني وبعدها يعني كنت نحاول اني نخرج حاجه نخرج حاجات تاعي انا اغاني خاصه بيا كانت بعض المحاولات لكن المحاولة الأولى يعني اللي تقدر تقول كانت مع طبعا مع خويا خويا إبراهيم بدينا في 2016 عملنا ديو هذا الديو العنوان تاعو بعد الغيبة هي كانت الأغنية تاعو هو كلماته ألحان وتوزيع تاعو كان عملها على ما أعتقد سنة 2012 وبعد 2011 وبعد عاود عند المايسترو مسعود مسعود نحيي بالمناسبه هلا وجوله تحيه مسعود الفنان الرائع الموسيقي الرائع مسعود فنان فنان كبير وبعدها قلت لك كنا عملنا هذاك ديو بتوزيع جديد توزيع اكثر يعني كيش يقولوا شبابيه وبعدها سنه 2017 كان لي تعامل مع شركه انتاج ومع الأستاذ الكبير توفيق عامر
خدمت معاه تحية ثانية مجهول وتحية كبيرة. خدمت معاه سينجل أغنية أشدني نحبو، كلمات وتوزيع ألحان تاعو كذلك، واللي هي تصورت فيديو كليب. نزيد نكمل إذا عندك كملي كملي. وكذلك في نفس السنة في 2017 دخلنا في المذكرات. أي سنة 2017 كذلك كما قلت لك كنت عملت مع تلفزيون الجزائري أغنية عروسة البلدان، وهي في طابع شاوي، شغلت ياي شاوي مخلط يعني، وهي كذلك من كلمات وألحان محمد صايفي وتوزيع سمير عميروش ومن إنتاج تلفزيون جزائري. وفي 2018 كانت لأغنية ليل يا ليل كثاني عنوان اللي خدمته مع الأستاذ توفيق عامر، ودائما مع نفس شركة الإنتاج. وش نزيد؟ كان 18 مزال 19 و20. 19 و20 يعني تقدر تقصي قاعد بالك ماشي قاعد خدمه. كانوا سنتين خاصتين. معليش. المهم يعني هذه كلها كبداية يعني. بداية. إن شاء الله مازال. أنا شروحي مازال ما بديتش. مازال المستقبل. صدقاً يعني. إن شاء الله يعني تخدمي أعمال وتقدمي أعمال في المستوى إن شاء الله، ومازال طريق طويل. كاينة حاجة نسيتها، حاجة مهمة بزاف، حاجة مهمة بزاف خدمتها معاك أستاذ، ماشي حاجة. هذه خليها، هذه خليها وحدها. ما نقولهمش هادو. ماكش تسمعنا أستاذ؟ أنا. سمعنا حاجة أستاذ من عندك. ما سمعناكش. كنا جايين تسمعوني. معليش بدك تسمعنا، دوك كنا غنينا في ذلك. يشرفنا نسمعك استاذ. معليش يا سيدي، هاي نسمع حاجة. حتى نغنوا معك. يا ريت يا ريت. شاهد جنينه ورده ونسايم عبير بيعدو، لو فات الحلي بتميل العيون على خد، وتشاهد جنينه ورده ونسايم عبير بيعدو، لو فات الحلي بتميل العيون على خد، شاهد جنينه ورده ونسايم عبير بيعدو، لو فات الحلي بتهل الروايح منه وبتقل عليك منه، بتهل الروايح منه وبتقل عليك منه، متأكد وعارف إنه أمورة وحليل النار اللي بتدوبني، يرضي كل حليل
صحة أستاذ. الله يسلمك. صحة أستاذ، رجعتنا للزمن الجميل. شفتي هذاك الجمال في الألحان القديمة هذه. طيب سي إبراهيم، توجهك إلى العمل في الاستديوهات في السنوات الأخيرة هذه كموزع موسيقي، يعني هل هو حبا في الموسيقى ويعني امتهان الموسيقى يعني حبا فيها، أم هي بصراحة يعني الكسب المادي هو ضروري يعني مادة في حياتنا يعني مشروع يعني طبعا يعني شكون لي أكثر يعني، هل هو لأنك تحب الموسيقى وحاب تعيش منها ولا؟ أنا ما أقدرش نعيش بلا الميولات تاعي يعني حاجة اللي نملها نحاول نقدم فيها الشيء اللي عندي، وكان ما نعتبرش روحي موزع يعني نقول بالكلمة الكبيرة هذه، لأنه كلمة كبيرة أنك تقول موزع، نقول باللي عندك أفكار تحب عندك أفكار تواضع راح نقول لك تواضع. لا 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 صح صح الله يبارك لأنه عليك. شوف رانا في وقت لازم نسمو الأسماء بمسمياتها، دوك أنا نحاول نكون موزع، نحاول نكون فنان، نحاول نكون مطرب، نحاول نكون فنان، دوك لازم الأسماء لازم نحطوها في بلاصها، ما لازمش نزيدو. مثلا واحد تعلم مقام موسيقي يسمي روحه مايسترو، ما لا شويه هذه ما انا مانيش معاها، حتى بالك الناس اللي شايف روحه باللي يعني كبير في الموسيقى ويحشم انك تقول له كلمه كيما هذه يعني. في التوزيع انا نحب افكاري اللي نعيشها في بيني بين روحي نحب نشوفها في الواقع، نحاول يعني نشوف بالك تعجب الناس بالك لا وهي هذه كل محاولات يعني أي خطوه أكيد. في ميدان الفن يعني اي خطوه هي محاوله للوصول الى شيء مستحيل نوصل له. صح، الكمال مستحيل. صح، الكمال هو لله سبحانه وتعالى. صح. اما نحن البشر في اي مجال، مش غير في الفن، في اي مجال من مجالات الحياه الكمال هذا مستحيل نوصل له، وما بالك الفن، لانه الفن مره كاين الفنان السوري رحمه الله فهد بلان في أواخر أيامه شفت له حوار الصحفية قالت له أستاذ فهد يعني بعد هالعمر الطويل هذا هل يعني نقدر نقوله باللي يعني وصلت للقمة؟ ضحك قال لها مستحيل القمة، قال لها لحد الآن ونبحث على شيء قال لها ما لقيتوش لحد الآن. صح. صح، يعني كل ما الإنسان فيه نفس هو يجتهد من أجل البقاء ومن أجل إثبات ذاته. صح. ومن أجل تقديم شيء يعني في حياته، يعني على الأقل يروح يخلي بصمات يعني الناس يذكروه بها، ما يروحش وبمجرد أنه ينتقل إلى العالم الآخر. صحيح. كلش يندثر يعني، هذه تبقى محاولات يعني كل أشياء، كل الإبداعات اللي نشوفوها بدأت بمحاولات، بدأت بأفكار طبعًا يعني طبعاً. تكلمنا قبل الحصة البرنامج تفكرنا أغنية أول همسة البارح، تفكرناها في التسجيل تاع البارح، أول همسة سجلها غناها فريد في الخمسينات، وبعد ما عاودها في السبعينات عاودها بطريقة أخرى يعني حتى الطبقة الصوتية غيرها، لأنه لازم الإنسان طبعا لما يتقدم في العمر تهبط شوية الطبقة الصوتية، هبط الطبقة الصوتية وتغيرت أشياء كثيرة في وعلى حكم تجربة من الخمسينات السبعينات نضجت أكثر، كاين تجارب أخرى يمر عليها الإنسان ويتعلم أشياء أخرى فلازم يوظفها في أعماله الفنية. صح. وهذه طيب وش رأيك نسمع حاجة هكا بدون فرقة وحدنا؟ بصح معايا بالعود. أكيد العود لازم تحت أمرك. الله يخليك. بدلوا شوية الجو. نروح معليش بدل. على الأصالة رص الصول. قمر الليل خواطري تتنس بي، قمر الليل خواطري تتنس بي،
نلقى في وصاف يرضاهم بالي. يا طالب عندي خليل لي يشبه ياي من مرغوبي فيك صغروا يا حلال يا صحة بارك الله فيك. الله الله. شكرا نادية. شوفي هو كان يغني قبيلة في جو وراح الجو واحد اخر. حتى انتي بدلي شوية الجو نشوفه. انا كنت في انواع جزائرية نجربوا حاجة في الطرب العربي مع العود مع مثلا بدلكم حاجة لسيدة ام كلثوم عودت عيني على رؤياك. وطباخة ماهرة. طباخة ماهرة هذه على حسب الصور اللي شفتهم ما ذقتش. ما ذقناش. مرحبا بكم. شفنا التصور برك. مرحبا بكم في كل وقت. يعني إلى أي مدى أنت موفقة في الجمع بين هذه المهمات هذه كمان؟ شوف هذه الحياة مبنية على الوسطية. لما نحاولوا نكونوا يعني كش يقولوا برومية لا بيرفكسيون باش نحبوا نكونوا في الكمال في جهة معينة راح نهمل جهات أخرين. إذن تلقاني أنا مخيرة الوسطية. الوسطية في 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 بيتي مع زوجي مع ولادي وكذلك مع الفن. أنا مخيرة الوسطية يعني ما تلقانيش من هذوك اللي بزاف 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 حاضرين ولكن صعيب بزاف لأنه الأمر صعب أنك توفق مع. أنا اخترت الوسطية. مليح. فوالا على الأقل كل شيء شوية شوية مثل ما يقولوا من بكي الذئب من جوع الديب من بكي الراعي كما يقولوا. فوالا معليش. المهم خلينا دوك نكملوا الوسطية الغنائية واش تغنينا. فنانة ثلجة. ثلجة ربي يذكرها بخير إن شاء الله. الرائعة ثلجة عندها عملاقة. أغنية من أجمل الأغاني اللي اشتهرت في السنوات السبعينات. غيم العشوة. غيم العشوة هي اللي الراحل عيسى الجرموني هو اللي غناها الأول. ومن بعد عودتها بنفس اللحن هذا كله. غناها بنفس تقريبا بنفس اللحن وهي عودتها بتوزيع جديد يعني لأنه هو غناها على ما أعتقد في 37 أو في 1937 وهي عودتها في سنوات السبعينات يعني مع كان المرحوم معطي بشير. مع المرحوم معطي بشير مايسترو. واليوم ان شاء الله انا نحاول مثل ما كان يقول لك من قبيل نحاول اني نأديها ان شاء الله. ان شاء الله. وتوحشنا يا ربي او يا غيم العشوة يا لالي يا غيم العشوة يا ربي او يا غيم العشوة طالت الايام وتوحشنا يا ربي بعاد
دي في الظالم يا ربي يا أويا قد قدو قد الصفصاف مطيح ورقو يا ربي يا أويا طيح ورقو شاعت الأخبار لازم نتفرقو يا ربي يا أويا غيم العشوة غيم العشوة يا ربي يا يا غيم العشوة طالت ليام وتوحشنا يا أستاذ توحشنا طالت ليام مع يعني هذا الفيروس اللي نتمنى ان شاء الله ربي يرفدوا علينا. كاين سختو ناس خاصه الناس الغربه توحشوا اهلهم وناسهم، نقول ان شاء الله ربي يرفع علينا هذا البلاء يا رب. ان شاء الله يا ربي يعطيك الصحه. ويعني شوف فعلا لحن خفيف يعني بسيط، شوف هذاك الجمال اللي فيه، يعني بدون توزيع موسيقي، مجرد انك تسمع النغمه تحس بهذاك الجمال هذا كله، وإضافة إلى الكلمات الرائعة نظافة يعني الكلمات ما شاء الله. يعني شوف إبراهيم، المخزون الفني العربي الغني تاعنا هذا يعني غني بمختلف الكنوز اللي تربينا عليها وتعلمنا منها أصول الغناء وأصول الموسيقى. بالنسبة لك أنت، وش من المدرسة اللي تنتمي إليها؟ التطريبية، التعبيرية، الإيقاعية؟ كيفاش يقولوا، اول مدرسه يعني فت عليها هي المدرسه الطربيه على كل حال. وحتى كنت يعني وانا صغير كنت نحب نسمع امام الاوكسيدونتال والغربي، حتى الغربي فيه طرب يعني من نوع خاص يعني. اكيد فيه يعني كما احنا نقولوا لمسه واحد اخرى، حياه واحد اخرى، روح واحد اخرى، بعد واحد اخر. انا ما نقدرش نقول لك انا مدرسه فن معين، مثلا نحب نتذوق، نحب نسمع كلش. نحب مثلا تقول لي غني لي مثلا الاندلسي، ما نعرفش نغني الاندلسي، نسمعه. شعبي ثاني، شعبي نموت عليه، شعبي نحب نسمع القصيده تاع الشعبي، نحب نسمع الحلاوه والبساطه تاع الشعبي، هذه الاصوات اللي في الشعبي. نحب مثلا في الراي كيف كاين حوايج في الراي ملاح، كاين حوايج في الفشاوي ملاح، كاين حوايج كل انواع الفنون هذه، كل فن عنده اكيد صورته خصوصيه وعنده جمال خاص به يعني. اكيد صورته كي تدخل للتوزيع، ما بالك ما دخلتش الميدان تاع التوزيع، ما نحسش بهذوك. صح وما نذوقهمش، ولكن نكون في انماط يعني معينه. بعد لقيت باللي كل نمط عنده حلاوه. صح. طيب احنا ما بقناش ياسر في عمر البرنامج، وش تقدم لنا كحاجه يعني نختموا بها؟ قلنا المدرسه العربيه والطربيه، نعاودوا نرجعوا ليها. راحوا للراحل وديع الصافي اللي هو المؤثر تاعي الاول يعني بالنسبه لي، وديع الصافي اللي مطرب الفنانين. طيب الغرب حوالي
أسمر ضنا حالي وإن كان حبيبك هجر بل ارحموا حالي 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 يا قلبي يا قلبي كل ما جفني بك مشاي وروح اسأل لي حبايبنا بكم شاي يا قلبي يا قلبي كل ما جفني بك مشاي روح اسأل لي حبايبنا بكم شاي يا بكم شاي وعسى بكم شاي من تراب مش علي الأحباب يا باي لا 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 يا الليل يا ليل يعاتبني ويقول لي سلم على ليلى الحب لا تحلو نسائمه إذا غنى الهوى ليلى إذا غنى الهوى عندك بحرية صمر شرقية وعندك بحرية صمر شرقية والبحر كويس كويس وصلي حبيبي بحرية صمر شرقية وعندك بحرية وصمر شرقية والبحر كويس يا ريس وصلي حبيبي
ريس. يعطيك الصحة، بارك الله فيك. إبراهيم يعطيك الصحة. والله يا إبراهيم يا ريس متعتنا الله يخليك لكل بداية نهاية، والأوقات الحلوة هذه تفض بسرعة. نشكركم على تلبية الدعوة، ونشكركم على لحظات المتعة اللي قدمتها لنا وقدمتها للجمهور المتتبع لقنوات التلفزيون الجزائري. ونتمنى إن شاء الله نزيد نتلقاه في فرص أخرى وسهرات أخرى إن شاء الله. وكلمة أخيرة نساء أولا كمان زي ما بلا ما نقولها لك الباينة. أول شيء نعود نشكرك أنت أستاذ اللي يعني جبتنا لهذا التحفة. شكرت التلفزيون الجزائري اللي خلي أعطانا هالفرصة هذه كاملة. راني جاية التلفزيون الجزائري أكيد. شكرا بزاف على هذه الدعوة واللي خلاتنا أول شيء نتلاقاو مع يعني مع هذه الفرقة الرائعة. وش نقول؟ نقول كما قلت إن شاء الله نعاودوا مثل هذه الجلسات، هذه الجلسات الطربية اللي تخرجنا شوية من شو يقولوا من. ونقول كل التوفيق ليك أستاذ في هذا البرنامج، ونشكر بزاف الفرقة وعلى رأسها الأستاذ جمال بافدال. وفوالا نعود ونتلاقاو إن شاء الله في ساعة خير يا رب إن شاء الله. شكرا. شكرا إبراهيم يا ريس. والله نادية اختصرت بزاف، ما قلت لي ما خلت ليش كلمة أخيرة. نقول لكم شكرا يعني شكر لك مثل ما قالت كومي لا دي لوي. نقول لك شكرا أستاذ فؤاد على الاستضافة، ويعني حلقة تنفسنا فيها بزاف وحلقنا فيها بزاف. والثاني الشكر يعود للفرقة اللي تعبت بقيادة أستاذي جمال بافدال اللي نحييه. وإن شاء الله تتعاود قعدات كما هذه، ونعاودوا نتفكروا كاع الأنماط الموسيقية وإن شاء الله يا ربي نعاودوا نرجعوا الذوق للمستمعين إن شاء الله، ويعودوا يسمعوا كامل الأنماط إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب. والله شوف أنتم إحنا جيلين مختلفين، يعني ممكن سبقناكم بسنوات، تبقوا أنتم أملنا في المستقبل يعني إن شاء الله، أملنا في مواصلة المسيرة وإعطاء منتوج ثقافي فني في مستوى هذا الوطن العظيم، لأنه وطننا يستاهل دائما الأحداث تكون أحداث عظيمة، سواء الأحداث الفنية الأحداث يعني في كل مجالات الحياة. نتمنى إن شاء الله تكونوا خير خلف لخير سلف إن شاء الله، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. إن شاء الله. نشكر الفرقة الموسيقية كلهم باسمه الأستاذ جمال بفضل، أستاذ نايل، عبد الوهاب، وليد، جمال، والناس محمد وفيصل. شكرا لكم على المجهود اللي قمتوا به معنا.